مرحبا، أنا إبراهيم أفجي من تركيا، مدرب كرة سلة. أعاني من مشاكل في أنفي منذ 5 سنوات وحتى الآن، وذلك نتيجة للضربات والكسور التي حدثت لي أثناء ممارستي للرياضة. عانيت لفترة كبيرة من صعوبة في التنفس إلى أن ذهبت للطبيب. أتى إلينا إبراهيم وهو يعاني من مشاكل في التنفس أثناء ممارسته للرياضة، وبعد الفحص وجدنا أن أنفه مقوس ولديه أنف طويل، وهذا يعني أن لديه ارتخاء في غضاريف الأنف مما يسبب له صعوبة في التنفس. حدثني الدكتور باريش أنه سيقوم بإجراء عملية لتقصير غضروف الأنف وتصحيح شكل أنفي، وأني سأتخلص قريباً من مشكلة التنفس. سنقوم الآن بإجراء عملية للمريض من ناحية تجميلية، ومن ناحية أخرى سنقوم بتقصير طول الغضروف من أجل جعله أكثر قوة، وبالتالي القضاء على المشاكل التي تحد من تنفسه بشكل جيد. أنا الآن سأذهب إلى العملية وأريد أن أعرف النتيجة سريعاً. بعد العملية التي سيدخلها المريض يستطيع بعدها أن يرى نتيجة خلال 6 أشهر.